طارق الادور، يمكن من يعني الناقد الرياضي وفي نفس الوقت طبعا من الشخصيات الجميله والمحترمه ودقيق جدا في المعلومات الخاصه بالبطولات والارقام، ودايما بنسعد بهذه الارقام الحقيقه لانها بتنور حاجات كتير بالنسبه لنا في الرياضه والكره المصريه. دكتور طارق تحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا كابتن محمد، واهلا بكل مشاهديك الكرام. الله يخليك. اولا رايك في وجود السوبر افريقي في دوله السعوديه الحقيقه بعد التطور اللي بيحصل في كل يعني انحاء السعوديه الحقيقه وبالاخص كره القدم؟ بص، هو كان في اتفاق من فتره كبيره على ان السوبر الافريقي يقام في السعوديه، كان بس في خلاف على بعض الامور. انت عارف الاتحاد الافريقي دلوقتي بيعتبر ان البطولات دي هي مصدر دخله الاساسي من الرعايه وحقوق البث، فبالتالي حقوق البث يمكن كانت متاخده لفترات طويله قدام من ايام عيسى حياته، كان واخدها لغايه 2028، فلسه كل ده الامور مفيش دخول جديده داخله على الاتحاد الافريقي، فبالتالي هو بيعتمد على الرعايه وبالذات البطوله اللي هي بتقام من مباراه واحده، مباراه السوبر اللي تقريبا بقالها الوقت ده خامس سنه لا تقام على الاراضي الافريقيه، وانما تقام في قاره اسيا على وجه التحديد في الامارات او في قطر او في السعوديه. فبالتالي هو بعد ما تمت الاتفاقات خلاص تحدد ميعاد مباراه السوبر. بس انا ليا بس وجهه نظر دايما بقولها بقى على لو كانت على الاهلي على الزمالك على اي فرقه، ان مباريات المنتخب حتى لو كانت على مستوى النتائج هي تحصيل حاصل، ولكنها في واقع الامر مهمه جدا للمنتخب عشان يحصل التجانس. دلوقتي احنا داخلين على سنه فيها تصفيات كاس العالم، اربع جولات من العشره اللي هنلعبهم في المجموعه هيتلعبوا خلال هذا الموسم، وعلى وجه التحديد في شهر نوفمبر الجولتين الاولى والثانيه، وفي شهر 6 يونيو 2024 هيتعملوا الجوله الثالثه والرابعه، وبالتالي المنتخب في حاجه لكل توقف الى ان كل عناصره الكبيره والاساسيه تكون متجمعه عشان يعني ايه يحصل التجانس ده. يعني ان لم يكن التجانس ده حاصل فمش هتبقى تيجي على البطولات الكبيره زي كاس الامم الافريقيه مثلا، وقبلها هيكون وقت ضيق قوي لان الاهلي برضه هيلعب في كاس العالم للانديه. فانا وجهه نظري ان المنتخب يستعين بكل اللعيبه المتاحين، انما بقى ممكن ايه يكون مثلا الاستعانه في المباراه الرسميه بعدد اكبر شويه، هيبقى فارق بينها وبين المباراه السوبر حوالي ست ايام، فممكن يحصل ريكفري للعيبه ويقدروا يرجعوا للنادي الاهلي ويأدوا المباراه. ممكن النادي الاهلي المقصود ان لعيبته تفضل معاه بحيث يبقى الاستعداد، لانك بدايه موسم برضه يا دكتور انت بتبقى عارف ان فكره عمليه ان انت بتخش في المود ولعبتك مع بعضها بتاخد وقت، فممكن ده تفكير النادي الاهلي برضه. يعني انا متفق معاك في كل الامور دي، لكن اللي بنقوله في موقف هو اللي بنقوله. انا اذكر ان انا قلت نفس الكلام اما كان الزمالك بيلعب بطل تشاد وكان فرقه ضعيفه جدا والزمالك فاز عليها ذهابا وعوده، ورغم ذلك الزمالك برضو كلم المنتخب عشان يستعين بلعيبته، فانا قلت الكلام ده ان المنتخب بياخد كل اللعيبه المتاحه عشان يحصل التجانس، مش مجرد ان هي اهميه مباراه. يعني انت لما تيجي تلعب تونس مثلا وده فرقه كبيره وممكن تلعب فرق بمستواها في كاس الامم الافريقيه، فانت محتاج لكل العناصر. فانا بقول الكلام الموحد اللي بقوله هنا بقوله هنا. فده بس وجهه نظر ان هو اللعيبه الاساسيه ممكن تلعب حتى المباراه الاولى، ويجي المباراه الثانيه يعني يكون اعتماد اقل شويه على اللعيبه، لكن لازم يحصل الهارموني مع اللعيبه كلها. فانا اعتقد ده القاعده اللي يجب ان تسود، ان دايما الاولويه. طب تفتكر هنا فيتوريا يعني التفكير يبقى في الشأن ده بنفس اللي حضرتك بتقوله، ولا ممكن يبقى ليه رأي آخر؟ يعني اعتقد انه هيستعين في المباراه الرسميه بعدد معين، وبعدين ممكن المباراه الثانيه يكون بقى هو بيجرب لعيبه ثانيه، لان برضو مهم من المباراه الوديه ان هتجرب عدد كبير من اللعيبه، فبالتالي لا يستعين بنفس اللعيبه في المباراه الثانيه، فبالتالي ما يبقاش في حمل كبير على اللعيبه، وان اعتقد ان ده اللي هيكون يتم اكتر. لكن عدم الاستعانه خالص بلعيب الاهلي ده اعتقد موضوع صعب شويه، لان الاهلي عنده يعني حوالي ده في المنتخبات كمان المختلفه. اذكر اخر معسكر للمنتخب كان في اللعيبه المصريين، الاهلي عنده تسعه وثلاثه اللي هم الافارقه، بيرسي تاو وعلي معلول، والاستعانه برضه باللعيبه ديت في منتخبات بلادهم واليو جانج، فكان في 12. اللعيبه دي ممكن يبقى اكتر كمان دلوقتي، يعني مش هيبقوا 12 بس، ده ممكن يبقوا مثلا
13 لاعب ولا حاجه من الاهلي، فصعب قوي انك انت ما تستغنى عن كل هذا الكم، واغلبهم لعيبه هيكون لهم دور كبير جدا بعد يعني اسابيع قليله في كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار في يناير اللي جاي. طيب يعني برضو ان كيس حصل بقى ان الراجل وافق، ده في حد ذاته مكسب للنادي الاهلي حقيقه دكتور. لكن عايز اقول لك البطوله نفسها يعني من خلال المستوى الفني اللي حضرتك متابع جيد جدا للشكل العام في الكره الافريقيه والانديه الافريقيه، فرص النادي الاهلي في بطوله زي كده يعني برضو احنا بنتكلم ماتش واحد، والماتش الواحد ده بيبقى يعني صعب برضو التوقعات بيه. راي حضرتك في الماتش ده؟ بص بقى، هو مباراه السوبر ديت هتكون مش مهمه بس على انها بطوله من مباراه واحده، ولكنها اهميتها تتجاوز كده بان هي مباراه هتفتتح بيها النادي الاهلي موسمه، يعني الاهلي مش هيلعب اي مباريات ثانيه قبل مباراه السوبر، فبالتالي هي هيفتتح بيها الموسم، وانت عارف افتتاح الموسم لما يكون ببطوله ده بيخلي يعني ايه في بوتنشال كده، او يعني بنقول طاقه كده عند اللعيبه لاستكمال الموسم. لو تفتكر الموسم اللي فات ده حصل لما الاهلي لعب، بس ما كانش فيه سوبر افريقيا، كان السوبر المصري اللي فاز فيه على الزمالك 2-0 في الامارات. فدي كانت مباراه افتتاحيه مهمه جدا للموسم. الاهلي بعدها بقى كمل مسيرته وخد تقريبا كل الالقاب المحليه اللي هي الخمس القاب. فانا اعتقد النادي الاهلي بقى السنه دي تخيل عنده القاب اكتر، يعني النادي الاهلي السنه دي عنده سبع بطولات هيلعب فيها، اللي هي السوبر ديت ودوري ابطال افريقيا اللي هيلعب فيه، ثمانيه كمان الدوري، عفوا بطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله دوري دوري السوبر اللي هي الدوري الافريقي لكره القدم اللي اتغير اسمها. هيبقى امتى يا دكتور؟ في اكتوبر ولا هيبقى يعني هيبقى في اكتوبر؟ في اكتوبر. والقرعه هتعمل الشهر الجاي ده، شهر التسعه. تمام. فهيبقى عندك انت بص كام بطوله دوليه، بس انا هكلمك على البطولات الدوليه، عندك السوبر الافريقي ده، وعندك بعدها دوري ابطال افريقيا هيلعب الدور التمهيدي، وعندك بعد كده كمان الدوري الافريقي لكره القدم اللي هو دوري السوبر، ادي ثلاثه، وعندك كاس العالم الانديه ادي اربعه، وعندك البطولات المحليه بقى عندك دوري وكاس وكاس، لان الكاس القديم الاهلي وصل فيه للسيمي فاينل لسه ما كملش، وكاس جديد، وعندك كمان فوق كل ده طبعا دوري وكاس وكاس وسوبر، والمفروض السوبر بقى اللي هو الجديد، ما احنا بقى لنا سنتين بنعيش سوبر قديم وسوبر جديد وكاس قديم وكاس جديد، فطبعا دي والسوبر الجديد اعتقد بنظامه الجديد يعني، صح؟ بنظامه الجديد وده برضه عدد ماتشات اكتر كمان يعني. فدي اهميه خاصه للمباراه ديت. اما على المستوى الفني، فريق اتحاد العاصمه فريق يعتبر فنيا اقل من النادي الاهلي، لكن يمكن اتحاد العاصمه حتى من جانب الجزائريين نفسهم وانا بتكلم معاهم على بطوله الكونفدراليه العام الماضي، وكنت انا من ضمن اللي من رشحوا اتحاد العاصمه للفوز باللقب، فلقيت الجزائريين نفسهم بيقولوا لا احنا مش مؤهلين دلوقتي اننا نفوز بلقب افريقي، وتدور الايام ويتحقق فعلا ما كنت توقعته في بدايه الموسم ان اتحاد العاصمه هو اللي خد كاس الكونفدراليه. فنيا الاهلي اعلى، فنيا يعني بوضوح الاهلي افضل من اتحاد العاصمه، لكن زي ما انت قلت كده المباريات اللي هي بتبقى من لقاء واحد وبيحسم لقب وبره مصر وفي ارض تانية، دي كلها بتبقى عوامل كتيره جدا بتتحكم في نتيجه المباراه. الاهلي كانت نسبته في التفوق في السوبر الافريقي تقريبا عندما يفوز بدوري الابطال نسبه 100%، يعني اما فاز الاهلي بدوري الابطال فاز بكل القاب السوبر الافريقي اللي حققها من الثمانيه، ثمان مرات كان فايز بدوري الابطال، بينما الاهلي لما خسر البطوله ديت كان يا اما جاي زمان عن طريق كاس الكؤوس الافريقيه لما خسر من الزمالك اول لقب، ولما خسر امام وفاق سطيف كان هو برضه بطل الكونفدراليه، واللي كان سطيف هو اللي كان بطل دوري الابطال. اذا لما الاهلي بيفوز بدوري الابطال بنسبه 100% بيحصل على السوبر، ده التاريخ بيقول كده. اما الاهلي بيخش السوبر من اتجاه تاني، سواء كان كاس الكؤوس زمان او كاس الكونفدراليه، خسر في المرتين. فعشان كده انا بقول لك الاهلي فرصته طبعا اكبر بكتير، لكن المشكله اللي امام النادي الاهلي وهي هتواجه برضه فريق اتحاد العاصمه، لان الدوري في كلا البلدين اتاخر قوي، يعني خلص برضه على فكره في نفس تقريبا التوقيت اللي خلص فيه الموسم المحلي في مصر في الجزائر، نفس الكلام،
ففريق اتحاد العاصمه برضه هيعاني من نفس المشكله، هيكون الفريقين ما لعبوش عدد من المباريات، يمكن اتحاد العاصمه عنده مباريات وديه هيلعبها قبل السوبر، النادي الاهلي ربما هيكون لسه في بدايه فتره الاعداد، فصعب قوي لان حتى عشان المنتخب انك تلعب مباريات وديه، فهتكون هي دي الصعوبه، الصعوبه ان اول يعني لقاء كده في الموسم ككل يكون مباراة بهذا الحجم، مباراة لتحقيق بطولة. وأنا عايز أقول لك إن النادي الأهلي برضو بيطمح في رقم قياسي طبعاً جديد يعني، اللي هو إنه يحصل والنادي لسه من أيام كان عامل يعني احتفالية بالبطولات بالألقاب بالألقاب.